السلام عليكم. انا الاستاذ دكتور ولاء انور خليفه، استاذ مساعد لغايه الصماء والسكر كليه الطب جامعه اسيوط. يمكن النهارده هنتكلم عن استخدام العقاقير لمرضى السكر النوع الثاني، واتكلمنا يمكن عن النهارده عن استخدام اكتر من عقار او ازاي نستخدم عقاقير مركبه. نبدا الاول نسال نفسنا، هو ليه انا ممكن استخدم اكتر من عقار، او امتى استخدم اكتر من عقار لعلاج مرض السكر؟ يمكن الجمعية الأمريكية سنة 2018 جاوبت على السؤال ده وقالت إن أنت عشان تستخدم أكتر من عقار لازم الأول نعمل حاجة تحليل اسمه السكر التراكمي أو السكر 3 شهور في الدم. إذا كانت نسبته أعلى من 9 فالمفروض إن أنا أبدأ بعقاقير مركبة أو أبدأ بأكثر من عقار في المرة الواحدة، ما ينفعش إن أنا أستخدم عقار واحد. أو لو أنا كنت بستخدم عقار واحد وفشل إن هو ينزل السكر المعدل اللي هو المطلوب، وبالتالي في الفترة المرحلة اللي زي دي الأفضل إن أنا أضيف عقار تاني. طيب نيجي نقول إيه هي أنواع العقاقير المركبة؟ معظم العقاقير المركبة تعتمد في المقام الأول على مادة مهمة اسمها مادة الميتفورمين، والمادة دي هي دايما بنستخدمها كبداية لعلاج أي مريض سكر. بعد كده ممكن نضيف عليها أي مادة تانية، بس بشرط واحد ان يكون المادتين دول شغالين بصفة متوازنة مع بعض، ما يكونوش بيشتغلوا بنفس الطريقة. يعني نبسطها بطريقة بسيطة، احنا لو اتكلمنا وقلنا الميتفورمين نفسه بيشتغل ازاي، هنقول ان هو بيشتغل عن طريق ان هو بيقلل السمنة، بيحسن فعالية الانسولين، بيقلل مقاومة الجسم الانسولين. طيب انا عندي مشكلة تانية عند مريض السكر، وهي مشكلة نقص افراز الانسولين من البنكرياس. احنا ما بنقولش ان هو توقف الافراز، لكن ممكن يكون في نسبة نقص. في الحالة اللي زي دي ممكن اضيف دواء يزود افراز الانسولين من البنكرياس، وبالتالي ممكن ينزل السكر بكفاءة اعلى من الميتفورمين، زي بعض الادوية اللي احنا بنسميها مجموعة السلفونايل يوريا، او في بعض الادوية التانية زي مجموعة الدي بي 4، او مجموعات كتيرة جدا ممكن تضاف على الميتفورمين. في مادة تانية يمكن تساوي الميتفورمين اسمها الجليتازون، ودي برضو بتشتغل بنفس الآلية، وديت المادة دي برضو من الحاجات اللي ممكن تضاف على الميتفورمين كعلاج لمرضى السكر إلى أن يصل السكر إلى المعدل المطلوب. وشكرا جزيلا، وأرجو أن تكون المعلومة بسيطة ووصلت.